متابعي طقس العرب في الأردن، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنبدأها بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة، حيث بيسود الطقس صافي 18 درجة مئوية مع تفرق لبعض الغيوم، الملموسة 17، رطوبة 47%، والرياح تكون شمالية غربية خفيفة السرعة. أنتقل الآن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة اليوم غد بإذن الله في باقي مناطق المملكة. نبدأها شمالا، إربد 26 إلى 13 مع طقس صافي، المفرق رياح نشطة وتربة مثارة 32 إلى 15، جرش 29 إلى 14، وعجلون 24 إلى 11. المنطقة الوسطى نبدأ بالعاصمة عمان 28 إلى 15، زرقاء 32 إلى 17، البلقاء 28 إلى 14، مأدبة 28 إلى 15، والبحر الميت 34 إلى 20. المنطقة الجنوبية الكرك 26 إلى 13، الطفيلة 25 إلى 12، معان 31 إلى 18، الشبك 23 إلى 13، والعقبة 35 إلى 21 مع تفرق لبعض الغيوم. بالنسبة للمنطقة الشرقية، رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار في عموم المنطقة الشرقية، أرويش 37 إلى 19، صباوي 37 إلى 18، والأزرق 37 إلى 18. إلى اللقاء.